شوف مهما كانت يعني لي شانجمون اللي نديرو في 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 الفريق، فريق بقى دائما عنده طبع واحد، عنده ان سول ستيل اللي يلعب به كسوا داك ليكيب ا ولا ليكيب بي ولا حتى شفنا ابريم ابريم اللي لعبوا، شفنا لا ميم ريغور لا ميم ديسيبلين باسكو لا ميم تكتيك. دونك المباراه اللي امام الغانا نقول ان بون تيست، ومام طوم ماش نقول نتغروا بالنتيجه هذيك، لا لا المهم انه الاداء تاع الفريق ولي زوتوماتيزم بين لي جوار. شفنا هذا الشيء هذا في المباراه اللي فات، وهذا يبشر بالخير ان شاء الله في المستقبل. كانوا يلعبوا منذ مدة، يعني تركيبة الفريق ماشي مركزة على لاعبين محددين، 28 لاعب جاهز. بالطبع قلت لك مهما الكومبوزونت اللي دخلها الناخب الوطني يسيبوا واحد من لأنه سيفيري لي زونترينمون لي زوتوماتيزم اللي نديروا في لي زونترينمون، زيد على ذلك أنه معظمهم درك دو فري بروفيسيونيل، باسكو مادام تلعب في ليترونجي كان لا ريغور كان لا ديسيبلين في لي كلوب هادو. هاد كيما ادم زرقان راح من بارادو لان كلوب وين لو فري بروفيسيوناليزم عاش وراه عايشو الان. دونك مهما لا كومبوزونت نقول اللي دخلت راح تكون دائما لي ميم زوتوماتيزم، لانه الناخب الوطني يأكد كثير ويستدير الحارس على أنه لازم يكون هاد لي زوتوماتيزم، لأنه لاش حتى راح نسبق الأحداث بهذاك. أمامنا إن كومبيتيسيون قارية وين لازم نحافظوا على لو تيتر تاعنا، دونك ما عندناش وقت أنه نديروا ديزيسي ولا نديروا، لازم لو جوار اللي يدخل يعطي واش الناخب يطلب منه، لذا لي زوتوماتيزم نسيبهم بالخف بين لي جوار. وكيفاش راك تشوف في كاس الفرق الوطني؟ والله انا متفائل ما نخبيش عليك، متفائل بالبزاف. علاه؟ لانه الفرق الاخرى هما اللي يخافوا منا، مش احنا نخافوا من الفرق. علاش؟ لانه nous avons un statut درك في 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 الافريك، وخاصه النتيجه الاخيره اللي دارها ليكيب ابريم اللي دارتها زاد عطات يعني قوه وسمعه للفريق الف. دونك كاع لي زيكيب دوك يخافوا منا، هما اللي يديروا لنا حسابات اكثر من نديروا احنا الحسابات. ماشي معناته انه احنا ندخلوا رانا راح ندو لا كوب ديريكتومون ولا هذيك، نو il va y avoir des équipes surtout ما نقولوش هذيك ايكيب صغار ولا هذيك، لا لا هاد لي زيكيب صغار راهم تكاليفياو لا فاز فينال، صاف دير باللي هادو بروغريساو. لهذا الشيء هذا انا والله ما رانيش متخوف صراحه، لانه مستوى عالي، مستوى ان غران ستاندينغ عند ليكيب ناسيونال تاعنا، لذا الفرق الاخرين هما اللي يخافوا منا ماشي احنا نخافوا منهم. اشاعه الكواليس من هنا حاميهم محميين، يعني كي يدخلوا المقابله فرات ما يسمعوش واش كاين مشاكل خارج الصوصاري خارج. بالطبع اي مدرب وخاصه احنا الجانب الماضي عاش مع ليكيب ناسيونال كون طونك جوار، ودرك راه اون طونك اونترينور سيليكسيونور عارف كل الكواليس ولا كل ما هو يحيط بالفريق الوطني، لذا هو حامي لي جوار هادو وما يخليهمش يتاثروا بالاشاعات ولا حتى لي ديكلاراسيون اللي تندار ادرواتي غوش كسوا او نيفو لوكال ولا او نيفو
de l'extérieur. Donc, je pense que je fais le dernier match, qui fait le comportement des joueurs Tiana, malgré, je dis des nouveaux joueurs, mais la composante est nouvelle par rapport les autres matchs. Donc, j'aime le Madi d'être un rempart tout autour de son groupe pour que le groupe Hada me touche sur le plan moral et surtout les Ragoul et les Raminger à le groupe. شوف كي جاوا زغبا pour détrôner مبولحي صافي تر تري تري ديفيسيل المهمه ماشي مستحيله ولكن صعبه. علاش صعبه؟ لانه هو ونشوفوا الكومبورتمون تاعو مع ليكيب ناسيونال, الكومبورتمون تاعو مع لو كلوب تاعو اي ديفير. دونك باش هاد لي دو غارديان بهادو باش يدوا له بلاصتو لازم يخدموا, وخدمه ماشي سهله, وخدمه كبيره 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 كبيره. دونك مبولحي راه توجو مبولحي ومبولحي ولا تشفاو واحد الوقت كان سون كلوب بصح في ليكيب ناسيونال توجور على لاوتور, وهو اللي توجور يساهم في لي فيكتوار تاع ليكيب ناسيونال. بالطبع راح يكون البي اورغنيزاتور الكامرون, وكان ثاني ليجيبت لي نقول هما يقدروا يساندوا, ماشي يساندوا, يزاحموا الفريق الوطني. ولكن انا عارف باللي الاراده والابنيغاسيون تاع لي جوار تاعنا وتاع الناخب الوطني, لانه عنده ان تمبيرامون دو غانيور, دونك ما يقبلش اي فو با في مع الجروب هذا. في الاخير واش الكلمه اللي توجهها للاعبين الفريق الوطني؟ سوي فو ميم, هذا اللي نقولهم, سوي فو ميم, بارك الله فيكم.